جميل. أنواع العقد المقاولة عندها أنواع طبعا، في عقد أداء وفي عقد فحص في انواعه كثيره. في عقد قد يكون المقاول متفق مع مالك الارض انه يبني له الارض مقابل، متفق معه على المصنعيه فقط، وقد يكون مصنعيه مع المواد، المقاول ملتزم بانه يجيب المواد. العقد المقاول من الباطن ده نجيب فيه حبه كده، وهو بيقوم بينفذ نفس الخطة كويس. وطبعا هنا ممكن يتعوق صاحب العقار أو صاحب الأرض أو مالك الأرض، صحيح كويس، في بتاع الباطن ده. هو أصلا متفق مع ذاك صح؟ نعم، متعاقد مع ذاك صحيح، هو ما عنده علاقة مباشرة مع المالك. أيوه، أغد ما 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 يلبي طموح طموح صاحب العقار. صحيح، انت المالك لما يتفق مع المقاول الرئيسي يتفق معه على اداء العمل بناء على مواصفات معينه هو ملزم بها. اذا جاب مقاول معه ويشتغل من الباطن، هو يعني بينزل عليه الشروط اللي هو متفق بها مع المالك وبيلزمه بها. اذا حصل تقصير من المقاول حق الباطن، هنا ما بتكون في مسؤوليه، ما بتكون في مسؤوليه عليه من المالك. يعني المالك هنا بيرجع على المقاول الرئيسي، ما عنده علاقه بمقاول الباطن. يعني المقاولين الباطن اللي جابون المقاول الرئيسي جابون على مسؤوليته، ضمان التنفيذ على مسؤوليته هو.